بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء أعزائي طلبة الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا في حلقة المراجعة النهائية مقالي امتحان نصف العام اللغة الإنجليزية. إن شاء الله هنراجع النهاردة كل تمارين الورك بوك اللي عندنا في كتاب المدرسة، الورك بوك كل تمارين اللي فيهم الاثنين. خليكم معايا هتلاقوا كل جديد مفيد إن شاء الله. طبعا نحن نشارك في القناة وندوس على الجرس عشان تقول عشان نوصلكم من كل جديد إن شاء الله في التمرين التاني عشان نكمل العمر. أنا عايز لايك وشير الفيديو عشان تصير بين الطلبة مستفيدين من الشروحات من أجل الامتحان. بسم الله نبدأ على بركة الله. مكمل الكلمات طبعا شوز يور مام اور دادز سيستر از يور اه ده طبعا ورك بوك دبليو بي تاني ورك بوك يور مام اور دادز سيستر أخت أمك أو باباك is your يا ترى son uncle aunt daughter معني ما يولد ما عارفين طبعا son ابن daughter ابنة okay son ابن daughter ابنة انكو uncle طبعا عمة أو خال انت بقى عمة أو خالة اخ الأب واخ الأم اسمهم ايه يقول ايوة اكيد في ناس عارفة دلوقتي اسمها aunt عمة أو خالة number C يبقى المم Or dad's sister is your aunt. Number two, the brother is your parents. Ah, أخوك بين والديك مواكم أمتك يعني. Son, sister, brother, daughter. عرفنا son وdaughter طبعا ابن وابنة. Sister أخت. Brother أخ. أخوك بقى من أبوك وأمك بالك إيه؟ يبقى ابن مواكم أمتك ابنهم زيك بالظبط. يبقى your brother is your parents son number eight أخو أو أخوك هو يبقى الوالدين لأبوك ومامتك بإيه يبقى the parents son ابنهم يبقى أخوك على طول صح يبقى brother is your parents son number three your sister is your parents أختك بقى تبقى لهم إيه طبعا تبقى daughter تبقى ابنة مش كده يبقى نمبر 1 تاني اخو الاب اخت اسف اخت الاب واخت الام تبقى يور انت اخوك من امك وابوك بقى لهم ايه يبقى ايه مامتك وباباك يبقى ذا صن ابنهم اختك تبقى ذا دوتر بنتهم نمبر 5 يور انت اند انكلز تشايلد از يور ابن بقى عمك او عمتك او خالك او خالتك ابنهم اسمه ايه؟ يور ايه؟ ايوه برافو عليكم يور فيوتشر كازن نمبر دي يور اونت اند انكلز تشايلد از يور كازن نمبر 5 ار براذرز اور سيسترز اوف ذا سيم ايج اخوه واخوات من نفس السن دول اسمهم يا ترى اخوه واخوات من نفس الايه السنهم واحد يعني اتولدوا فيهم واحد طيب تيمز فرق تيم فريق تيمز فرق رمز طبول طبلة درام طبلة درام طبول باند فرقة موسيقية باند سوى فرقة موسيقية توينز توأم تيمز تيمز فرقة درام طبول باند فرقة موسيقية توينز توأم دول الإخوة وأخواتي of the same age من نفس السن دول إيه توينز توأم okay but twins are brothers and sisters from the same age Twins, توأم. Okay, number D. Number 5. Work is work you do for no money. عمل تؤديه ما تخش عليه فلوس. No money. For no money. مظبوط؟ ده اسمه ايه ترى؟ اسمه easy. Number D easy سهل طبعا مش شامل. Hand, heart, shock, manual, يدوي. ولا voluntary تطوعي يبقى easy سهل hard شاق أو صعب manual يدوي voluntary ده تطوعي work you do for no money لا نخوض ونخش على فلوس يبقى ده ايه اسمه ها يلا شباب اسمه voluntary work number 8 voluntary work is work you do for no money
نمبر ايه؟ فولنتري ورك، العمل التطوعي is work you do، عمل تؤدي والنمر المقابل لا نقود، مش على فلوس يعني. فولنتري ورك. نمبر 7 is a game for two people، لعبة بيلعبها اتنين، شخصين قصاد بعض، نفسه بعض. يقدر فولي بول، هوكي، تشيس، باسكت بول. فولي بول طبعا كرة الطايرة، الهوكي، الباسكت بول كرة السلة. ودي لعبة جماعية، فرقة، فرقة قصاد فرقة، اتنين شخصين بيلعبوا مع بعض، بس اسمها ايه؟ اسمها تشيس. نمبر سي، تشيس يعني يا ولاد شطرنج. يبقى تشيس is a game for two people، لعبة لعبة شخصين. تشيس is a game for two people. Okay. Number eight is a group of people، مجموعة من الناس، who play music together، يعزفوا موسيقى مع بعض. Group of people، مجموعة من الناس، كذا شخص يعني، who play music، يعزف موسيقى together معا. دول ايه؟ فرقة موسيقية، ما بنشوف كده. يقدر تبقى school ولا team ولا band ولا class. class فصل. وتيم عرفناها فرقة، مش كده؟ وسكون مدرسة معروف. وناس ايه؟ باند، دي فرقة موسيقية. قلناها فوق كمان. باند، اوكي؟ يبقى باند ده is a group of people who play music together. فرقة موسيقية. باند is a group of people who play music together. Number 9. Our musical instruments، أجهزة موسيقية، آلات موسيقية يعني، which you hit، تضرب عليها، تضربها يعني، to make a noise، تعمل بها ده والأوضاع، تعمل بها صوت يعني. The musical instruments، آلات موسيقية، أدوات موسيقية، which you hit، تضربها، to make a noise، تعمل بها صوت أو ضوضاء، دوشة. يظهر the bands، ولا pianos، ولا guitars، ولا drums. طبعا bands هو فرقة موسيقية، pianos، بيانو، guitar، guitar، مش كده؟ يعني drums، طبول، دوعة، ليش تعزف بيها؟ نمبر دي، drums، طبلة، أو طبول يعني. يبقى drums are musical instruments which you hit to make a noise. Number 10. ماهر voluntary work at the hospital. voluntary work قلنا voluntary work إن عمل تطوعي، ده for no money، مش عارف فلوس، بيعمل بقى فين؟ في المستشفى. طيب plays goes does makes، أيوة ده يلعب، goes يذهب، does يفعل، makes يصنع، مش كده؟ طيب طب هنلغي إيه؟ من الاختيارات دي نلغي بلايز ونلغي جوز، لا يلعب ولا يذهب، عمل، لا بيلعب ولا بيذهب، أمال إيه؟ بيتعمل، يبقى داز يا ميكس. طب يا ترى ورك تاخد إيه؟ تاخد دو، دو ورك، دو أ جوب، وظيفة برضه ورك أو جوب يعني دو، أو داز أو ديت حسب زمن الجملة أنا عايزها، مش كده؟ تمام؟ ماهر إيه؟ ماهر داز، نمبر سي، ماهر داز وإنتري ورك، يؤدي عمل تطوعي أتى هوسبيتال، مستشفى. يعني عمل بيعمله مجهود فقط مش عليه فلوس. For no money. ماهر does voluntary work at a hospital. Okay. Number 11. Is very high. مرتفع جدا، عالي جدا. Soil, floor, ground, mountain. Soil تربة زراعية. زراعية. Floor أرضية المنزل أو الحجرة. Ground الأرض اللي بنمشي عليها. دي أرض، دي أرض، دي بتاعت الحجرة على المنزل بنمشي، دي جراوند بنمشي عليها. قلنا سويل أرض زراعية، تربة يعني، مش كده؟ ماونتين، أيوه، مين عارف معناها؟ مين فاكره؟ جبل، يبقى الحتة اللي هو جبل، ماونتين is very high، الجبل ده مرتفع جدا. نمبر دي، ماونتين أو ماونتين is very high، جبل مرتفع جدا. أوكي؟ نمبر 12، A or M has no mother or father. ملوش أب لا أم ولا أب. هذا orphan، twin، parent، uncle. معنيهم يا أولاد uncle عم أو خال. parent أب أو أم. twin توأم من توائم. orphan patient ضعيف على فكرة. orphan يتيم. has no mother or father. هو يتيم. من orphan has no mother or father. number 13. care under the salary are big. كبار، big إيه يا ترى؟ seas ولا cities ولا countries ولا lakes؟ معني ما يولد؟ طبعا lakes بحيرات، وseas بحار، lake بحيرة، وsea بحر، lakes بحيرات، seas بحار، countries دول،
هانترز دي واي، فانا كانتري بالواي مش كده؟ كانترز كانتري دولة، كانترز دول. سيتيز مدن، سيتي مدينة بالواي برضه يا جماعة، سيتيز. يبقى كان ريزنت برضه سندريلا دي ار بي اي، عفوا ار بي اي سيتيز نمبر سي مش كده؟ كانوا ده اليكسندريا ار بيج سيتيز، مدن كبيره. نمبر 14 او 14 اي ان از ات ذا توب اوف ذا هاوس، اوف هاوس في اعلى المنزل، في قمه المنزل، اعلى حاجه في المنزل. اذا اورفن اتيك ماونتين هيل مش كده؟ هيل يعني تل، تل بتاع الجبل، بتاع الماونتين بتاع الجبل. اورفن قلنا فهو يتيم. طب سطوح بقى اللي هو ايه؟ بقى المنزل طبعا ده اتك نمبر بي. بيقول ان اتك از ات ذا توب اوف ا هاوس، بس طبعا ان اتك از ات ذا توب اوف ا هاوس. نمبر 15 حبيبه مرزوق انا اتوب ان افريكا، حبيبه مرزوق از اتوب ان افريكا. جيمناست، جيمناستكس، اتلتكس، فيزيكس. المرزوق دي تبقى ايه؟ اعلى واحده، اول واحده في افريقيا. فيزيكس، فيزياء، ولا اتلتكس، العاب القوى، ولا جيمناستكس، الجمباز، ولا جيمناست. فيزيكس ولا فيزياء، اتلتكس، العاب قوى، جيمناستكس، جمباز، جيمناست، لاعب او لعبات جمباز. يبقى المرزوق دي اتوب جيمناست ان افريكا، يعني قاعدة ومباصة في افريقيا اول واحدة. اوكي يبقى امي مرزوق اذا طب جيمناست نمبر اي ان افريكا، امي مرزوق اذا طب جيمناست ان افريكا. نمبر 16 حبيبة eats well، تاكل جيدا. because is a difficult sport، رياضة صعبة. هي ايه؟ لعبة جمباز. جمباز ده اسمه ايه؟ جيمناست، جيمناستكس، فيزيكس، ماثيماتكس. لو فوق طبعا الناس دي لعبة ولعبة جمباز، فيزيكس فيزياء، ماثيماتكس رياضيات، لو الناس سبورت رياضة صعبة، نفس سبورت بدي جيمناستكس نمبر بي. اوكي يبقى حمار دي جيمناست لعبة، السبورت دي جيمناستكس جمباز. اوكي اللانجوج الجرامر، لسه في دولة عند ستودنتس بوك كتاب الطالب. طارق is his cousin. Today is birthday. عندنا مين؟ عندنا طارق. عندنا هدو. طارق هي ولا هم ولا هز ولا هير؟ نقول كده واحدة واحدة. هي ضمير ايه؟ ضمير فاعل. يعني ايه فاعل؟ يعني في أول جملة خالص. ده مش أول جملة. طب هم ضمير مفعول، يعني مفعول يجي على يمين الفعل. I met him، قابلته. met him، قابلته، يعني جاي بعد ايه؟ بعد him. نقول he met me، هو قابلني، يبقى هو اللي قابلني، هو الفاعل بتاع الفعل. اوكي؟ okay. I met him ده مفعول، على شمال، على يمين الفعل، اسف. الفعل على يمين الفعل، مفعول على شمال الفعل. خلاص؟ طيب، his word ده ضمائر ملكية. جنبهم ايه؟ اسم. هز ملكه هو، هي ملكها هي، يعني هي سكون مدرستها، هي فاضل أبوها، هي مادر أمها، هز برادر أخوه، هز أنكل عمه، هز تيشر مدرسه. يبقى طالب ده is his cousin. day النهاردة is طبعا his birthday، عشان طالب ده مذكر. يبقى طالب is his cousin. day is his birthday. number 18 هدى أندومر are parents. They are 64 and 65 years old. And Omar was 10 and 16 years old. Okay? Time. Huda and Omar are you, your, they, them. نفس المفعول. You, they. فعل أو مفعول. You met me, I met you. يعني على شمال فعل أنا ميت. هي الاثنين. Your ملكية جنبها اسم. They فعل. يعني على شمال الفعل. They play well because they speak English because English. Them دي على يمين الفعل. I met them، قابلتهم. We visited them، زورناهم.
ذم مش كده؟ طيب هنا بيرنتس ده اسم يبقى عايز ضمير ايه؟ ملكية مش كده؟ يبقى ده your parents number B يبقى هو ده النمبر are your parents they are 64 and 65 years old number 19 tell about your family احكي لي عن عائلتك tell الفعل اهو خبرني او احكي لي about your family عن عائلتك قلنا I دي فاعل يعني على شمال الفعل my ده ملكية جنبه اسم مي ده مفعول على يمين الفعل mine دي ملكية زي ايه زي mine بس my book this is my book or this book is mine دي جنبها الاسم اللي بملكه دي ما في جنبها او لا يعني okay this is my book and this book is mine يبقى دي الاسم بعدها دي الاسم قبلها طيب بعد تل ده ايه ده فعل على يمينه ايه على يمينه مفعول في المفعول في دول ايوه اللي هو رقم ها سي اللي هو مي يبقى تل مي احكي لي او تل خمن لا من فعل تنمي about your family okay number 20 hi my name is Lara and this is family اسمي لارا بتقدم نفسها hi my name is Lara and this is وهذه هي أسرتي أسرتي وهذه هي عايز ملكية أسرة بتاعتي okay يبقى this is my family number C برضه hi My name is Lara, and this is my family. Okay, number 21. Lina and Hatim are parents. No, Hatim دول ها parents اسمها زي ملكية. ملكية دول my parents. يبقى هدى and Hatim are my parents. والدي أبويا أمي. My parents, number C, okay? Number 22. Usually, home on Thursday evenings. يوم الخميس في المساء. Usually, عادة, home, منزل, يوم الخميس مساء. Usually. فهمت يا أولاد. Usually, always. Sometimes, often, every كلمات ايه دول؟ Usually, sometimes, always, often, every Usually, sometimes, always, often, every مضارع ايه؟ مضارع بسيط صح؟ موجود مضارع بسيط هنا؟ موجود كم؟ موجود خمس طب يا ترى اكتر ولا خمس؟ كم دي مع اي وي وزي قبل منها ما بلاش اس كمس عليها اس قبلها هي شي ات اوكي طيب الفا بتاعي هنا ايه؟ هي يبقى باسم غير اس يبقى باس يوجوالي كمس هوم اون ثيرزداي ايفنينجز اوكي طيب قلنا مضاربة كلماتهم يوجوالي اولويز اوفن سم تايمز ايفري Usually, always, sometimes, often, every. مضارع بسيط. I, we, you, they. مضارع من الاس. طب he, she, it. لا بيس. لأن usually مع المضارع يبقى كم هي كمز. طب هنا اي. هي اهي. بس يبقى هي كم usually comes home on Thursday evening. طب نفيهم ايه. I, we, you, they don't come. طب he, she, it. What doesn't come. Don't doesn't. المصدر اوكي مصدر نوعية الفاظ don't دي مع I we use it doesn't مع he she it الاليس طب السؤال do مصدر وdoes مصدر بس do مصدر مع I we use it does مصدر مع he she it do you go لكن does he go do you come لكن does he come Okay, ده مضارع بسيط كله. طيب is coming ده مضارع مستمر. يعني ايه مستمر مضارع مستمر؟ يعني am is are وفعل على ing. Is coming are playing. Am studying ده مضارع مستمر. امتى مستر؟ مع now at the moment at present look انظر listen اسمع مثلا now الان
at the moment في هذه اللحظة. at present في الوقت الحاضر. look انظر لازم نسمع كمان مرة. now at the moment at present look listen. لو استمر أمي زار فعلا نجي. نفي وأنفي أمي زار بس. I'm not, isn't, aren't. سؤال يبقى ميزار قبل الفاعل عكسه عكس الشمال يبقى يمين يبقى شمال خلاص. طيب نمبر 22 on Sunday mornings يوم الحد الصبح we swimming سباحة قدنا احنا ايه قدنا go swimming go shopping هذا بالسباحة هذا بالتسوق صح يبقى on Sunday mornings we go swimming هذا بالسباحة تمام تمام طيب هاديز أنت does not Heidi to stay in the mountains تبقى في الجبال does not إيه جنبها إيه جنبها مصدر يعني إيه مصدر يعني فعل ما لهوش أي إضافات الواحد ما لهوش إضافتين هو إيه أيوة رقم دي won't دي won't دي عليها اسم ما ينفعش wanted دي wanting ing as مصدر ما مش عايز فتخلص في want يبقى Heidi Heidi's aunt does not want Heidi to stay in the mountains okay okay طبعا لسه بيدي يعني كتاب الطالب ده بيبيع يعني وشمه كتاب التدريبات طيب لين الكوريكت انصحك كلمات على الخط سنيم don't play tennis after school. طب don't play يعني ده تقول المضارع. طب كويس والله ايه يا بس من الاس. طب سليم يعني هي المضارع المثبت عليه اس. سليم بلايز. صح؟ نفيها ايه؟ بلايز doesn't مش don't. سليم doesn't play tennis after school. doesn't مش كاتب ازاي؟ دي او اي اس ان اوصله تي. doesn't. دي او اي اس ان اوصف تي بس تيم doesn't play tennis after school نمبر 2 does she listen to music ابو سؤال ابو دار وسط برضه فاهم بتاع ايه يو يبقى مش does يبقى هي يبقى دو دي مع قلنا اي وي يو زي من غير اس يبقى don't في النفي ودو في السؤال صح كده يبقى دو listen to music دو مش does قالوا دي اس بس نمبر 3 What is her hobbies? Hobbies يعني فاكرين هوايات هوبي هواية مفرد هوبي واي مفرد اي اس دي واي جمعها جل واي مفرد اي اس هوبيز بدي جمع مفرد جمع هوبيز جمع هوايات بدي مش از طب اس كم تبقى ايه ام از اي ار What are her hobbies? R A R E What are يعني A R E What are her hobbies Number 4 حبيبز جيمناست حبيبة دي لعبة جمباز His family lives in Cairo أسرته في سيان أسرته هو طب دي حبيبة ده بنت مش تبقى ولد أيوة طبعا تبقى هير H E R تبقى her family lives in Cairo Her family lives in Cairo Number 5 Do he play football on Mondays? بيلعب كورة يوم الاثنين أم الاثنين يعني؟ Do he تنفع؟ إن هي شيء تعب منها إيه؟ Do he does؟ إن he does يعني إيه اسمه؟ He plays سؤالها يبقى does he play؟ نفيها هي doesn't play يبقى دي does he play حط هنا بس yes does he play does he play football on Monday Number 6 They lives in Port Said visit them in the summer. عشان هو سعيد بدون في الصيف. They lives ازاي؟ نزيد ده مثل مع I و U زي يعني من الاس. يعني lives دي قبل منها هي شيت مظبوط؟ انا زي بدل على الاس بس. They live in Port Said و visit them in the summer. They live in Port Said و visit them in the summer. Number 7, yes I do. I playing tennis on Sunday. يسأل هو زمان هاي مضارع مش بلاي يبقى هي وهي بلاي بس من غير نجي صح؟ Yes I do I play tennis on Sundays Number 8 Where is your father work؟ يعمل في مصدر اهو صح؟
يبقى هنا يا دوب ضز، مظبوط، دو فعل مصدر او ضز فعل مصدر، صح. فاضل يعني ايه؟ يعني هي ودور ضز، لقيت ضز، يبقى وير ضز والفاضل ورك مكان از وير ضز والفاضل ورك. طيب نمبر 9، وير ضز يور جراند بيرنتس ليف، جراند بيرنتس جامعه ودودك الجد والجده عايشين فين؟ عند زي يقول ايه؟ ها يقول دو، صح. هي قلنا ضاز زي تبقى دو، يقول دو جراند بيرنتس ليف. نمبر 10، how long does it takes you to come to school؟ does it takes، صح الكلام ده؟ سين دو does فعل مصدر، does it does فعل هم عندهم. طيب does it take مصدر takes ايه؟ قال من ال s يبقى take، how long does it take you to come to school؟ مش محتاج، مش كده؟ how long does it take، take مش takes، take you to come to school. Number 11, can me have my pen please؟ قلمي لو سمحت، بطلب منه قلمه. هل انا كان ايه؟ كان ايه عايزين فعل ولا ايه؟ ولا مفعول ولا ايه؟ عايزين فاعل، صح. يبقى كان ايه؟ كان مي وار. يبقى كان I have my pen please، دي قلم، صح. كان I have my pen please. Number 12. Grandfather جدي arrives at 5 o'clock. بيوصل الساعة 5. Let's go to meet her. نقابلها. The grand مين؟ The father. يبقى مش هي. طب meet فعل عايزين ها؟ يعني مينو؟ المفعول. Meet ايه؟ يبقى meet him. H-I-M. Grandfather arrives at 5 o'clock. Let's go to meet him. H-I-M. Okay. عشان ده he. يبقى him. هي هي هم هز. طب هنا عايزين هم دي من الفعل مفعول، مفعول بهز، يبقى هم اسف. يبقى الفاضل arrives at 5 o'clock so to meet him H-I-M. Number 12، clap for the football players، سقف للاعبي كرة القدم. He played very well. He played the ماضي في أصل اللي لسته وما فيش، بعد المضارع تعرف لهم بيلعبوا كويس. طب هي ولا هي أول لاعبين players جامعة وإيه تعرف لهم هم هم فين في الفعل؟ لأن في أول جملة هم الفعل إيه؟ لازم يبقى they played well، لعبوا كويس جدا، عشان صح هي مش في الريل، يبقى دي they played very well. بعد كده عندنا اعتقد يونت 2، all the children in our school go to the while and when the teacher wants to talk to us. كل الاطفال يذهبوا في مدرستنا، يذهبوا الى عندما المدرس الاول يحب يتكلم معهم. قلت ده يا ترى lab library bookshop hall، معنيهم يا ولاد lab المعمل laboratory، معمل العلوم طبعا، تشتغل لايبراري مكتبة بتعلمنا ونقرا فيها، بوكشوب مكتبة، هول قاعة، دي مكتبة ودي مكتبة نقرا فيها ونستعين منها، بوكشوب نشتري منها الكتب بتاعتنا، والخارجية من بوكشوب مكتبة خارج المكتب نجيب الكتب، لايبراري دي نقعد فيها نستعين الكتاب نرجع تاني، نشتري. طب ايه؟ يروحوا فين هما؟ هما فاني حتة، أيوة في الهول في القاعة، مش كده؟ يبقى all children in our school go to the hall when the teacher wants to talk to us. أو لو البيت ننصح طبعا في قاعة الاجتماعية وهو okay. Number 2، at break I play games. الفسحة بلعب إيه؟ ورايات with my friends وأصدقائي in the يا ترى لايبراري احنا خلاص مكتبة كلاسروم الفصل بل جرس بلاي جراوند ملعب اللي هي بلاي جراوند، صح. يبقى البريك
I play games with my friends in the playground, في الملعب. بلاي يلعب بلاي جراوند أرض الملعب. كيف بنلعب إيه؟ جيمز في الإيه؟ في البلاي جراوند. نمبر 3 فور هوم ورك الواجب وأوفن ريد بوكس. غالبا بنقرا كتب فروم ذا من هول بلاي جراوند لايبراري لابوراتوري. اسمهم خلاص، وقاعة ملعب مكتبة معمل لابوراتوري صار لاب لابتيه صار كلمة لابوراتوري معمل في المعلوم معمل. طيب بدنا كتب فين؟ من ايه؟ من المكتبة. يعني فروم ايه؟ فروم ذا لايبراري. نمبر بي for homework we often read books from the library. Number 4 on a weekend أو تنتهي الأسبوع I visit my grandmother أزور جدتي. ها أي أولاد ها يلا شباب bored weak typical strong كده strong قوي تبكال نموذجي أو نمط ويك ضعيف بورد أشرب المدر بورد ويكند نمر إيه أفزت مع المدر ونزهقان وقت نهاية الأسبوع أزور جدتي ونا بورد ويكند أفزت مع المدر. أوكي نمبر 5 وي نو إتس تايم فور ذا نيكست ليسن. عارفين ده مع الحصة اللي بعدها القادمة يعني. وين وي هير ده لما نسمع دي إيه؟ ترى بيل بول بول كورة عارفينها. طيب بيل الأولانية القرص بالشام قرص بالشام بيل بالآي فاتورة. طب بيل بالإي على دي جرس من ما حصل من هذا إيه نسمع ليه الجرس يبقى ده إيه نمبر سي ده بيل. يبقى وينو It is time for the next lesson when we hear the bell. Number 6. Some children in Egypt fell off of most cycle school. Cycle, عجل يعني. يركب عجل. Cycle. To at and on. إلى المدرسة. إلى المدرسة. يبقى to school. Number 7. Trains are slow. طرات إيه؟ Slow. بطيئة. Say quickly. How quick. Okay. slow بطيئة. وبلين الطيارات اللي سريعة. إذا slow خلاص بطيئة ارتفاع. slow بطيء. busy مشغول أو زحمة. quick سريع. free حر أو مجاني. قلنا slow بطيء عكسها إيه؟ عكسها quick. البطيء دي سريع. حتى نمبر B يبقى trains are slow but planes are quick. number 8 some children in Rwanda go to school a canoe في قارب. Rwanda معنى الطفل زي المدرسة في قارب. يبقى ايه a canoe a canoe يبقى اين a canoe او في حاجة قبل الوصلة ايه او ان او ملكية يبقى اين او ان اين او ايه او ان كده يبقى اين a canoe. number 9 the canoe children to school and home again every day. الأطفال المدرسة والمنزل مرة أخرى كل يوم. cycles takes rides lives. بس إنه بيعمل إيه؟ طبعا مش بيسوقهم ولا بيركبهم ولا بيركب عجل طبعا مش علاقة. يبقى takes بياخد الأطفال المدرسة والمنزل كل يوم. ده كانوا takes children to school and home again every day. takes children to school and home again every day. number 10. where the boy lives in the USA. second في أمريكا. there's a lot of كثير من winter الشتاء. so they use a snow mobile. الموبايل بتاع تلجي. يبقى في الأرض وبي في snow mobile صح؟ في الأرض وبي في snow جليد مش كده؟ طبعا من الرياح من المطر سطور معصر وبستخدم سنو موبايل في أرض طبيعي وسنو جليد أي نطلب بعض سنو وحل نفسها يعني. نمبر 11
The tune in the USA to school on a snowmobile. على موبايل الثلج ده مش كده؟ يبقى سايكل ولا تيك ولا رايد ولا ترافل. طبعا سايكل في الدرجات في المدرسة. نمبر 12 she arrived looks her days ago arrived يصل فقط. عايزين ايه ده؟ ده بتاعتها ان يات امتى ان وامتى ات ان مدينة او دولة ات مكان محدد. بين مدينة او دولة ات مكان محدد. arrive in Cairo arrive in Egypt arrive at school at work at the office at home الى اخره. طب هنا ايه لوكسور؟ مدينة صح؟ يبقى رايف دي ايه؟ اللوكسور نمبر اي. نمبر 13 ان يوجوال ارايفز سكول اهي 7:15 رايف دي ات سكول محدد. المدينة قلنا ان دي سكول مكان محدد قلنا ات. اوكي سهلة سهلة. Fourteen. I arrived in Uganda last week. Uganda دولة بحالها هي. arrived إيه؟ يبقى arrived in Uganda. In number إيه؟ arrived in Uganda last week. When does the train arrive? On ولا at ولا in ولا no preposition. شو هاتين حرف غير يعني؟ صح يا ولاد. مفيش حاجة بعدها. يبقى انا النمبر دي مفيش حرف غلط. ليه بقى؟ الرايف دي يتبعها مفعول او يتبع مفعول. هي يعني انا منها ما يجيش اسم او يجي اسم. تمام؟ لو جنبها اسم وبينهم ان اوقات مكان اللي وصل. طب مفيش يبقى صح كده من حرف غلط. اوكي؟ هنا مفيش اسم يبقى نو بروبوزيشن مش محتاجين. وصلت؟ عرف ده يصل يصل يعني مفيش جنب مفعول. كان وصل ولا لسه؟ اوكي وصلت امبارح مفيش مفعول مفيش اسم ولا ضمير صح؟ طيب وصل الى القاهره وصل الى مصر وصل الى المدرسه وصل الى العمل وهي ربي نوات مدينه او دوله هات مكان محدد. طب ده مفيش مفعول مفيش حرف جر مفيش ال صح؟ No preposition. Language. Amir plays basketball after school. يلعب كرة قدم بعد المدرسة. On Monday يوم الاثنين. Tuesday and Wednesday ثلاثة والأربعة. He plays it. يبقى never ولا often ولا even. Ever أسف ولا always. وبيلعب متى؟ On Monday ثلاثة والأربعة بقى. أول ما لعب. صح؟ يبقى إيه؟ He never plays it. أول ما لعب. يبقى on Monday خلاص هو غير حددها يبقى نمبر ايه؟ يبقى never plays it on Tuesdays on Wednesday never plays it. نمبر 17 مستر بدر does not like flying لا يحب الطيران and he always travels by train دايما يسافر بالليل بالقطر. He travels by plane often usually always never oh always travels يبقى ايه؟ يبقى often كتير يبقى هي often travels by plane. يوجد عادة always دائما. هي always travels دائما بيسافر يبقى هي often travels. دائما بيسافر كتير بيسافر. Number 18. Dina goes swimming on Thursday تروح تسبح السباحة أيام الخميس and Saturday والسبت. والسبت تروح تعمل إيه؟ تروح تسبح. مظبوط؟ طيب. She goes swimming. يبقى شيء يلا شباب يوجوالي عادة تقوم خميس وسبت يبقى يوجوالي. Okay number 19 we speak English during our English lessons نتكلم انجليزي اثناء درس الانجليزي حصة الانجليزي بتاعتنا الحصة نتكلم انجليزي يبقى صح يبقى يبقى always دايما حصة الانجليزي لما نتكلم انجليزي. We always speak English during our English lessons. Number 20. We go to school on Fridays. Never, never sometimes, always, often. We never
ماتش سكول اون فرايدايز. ريدن كوريكت صح، فهمت الخط صح. مانشستر جو تو اجيرل سكول. كوماسيتي ايه، بنت ولا بنات؟ بنات. طب مين اللي ممكن يقول واحدة بس مش جامعة؟ يبقى جايز حط الاس شبكة فيها، ولو وصلوا ايه بعد الاس يبقى اسمها بتاع جي اي اي ال اس ابوستروف اللي هي مستر. بصوا الابوستروف اس دي تجنب الاسم المفرد الذي ينتهي باس، المفرد مفرد ينتهي، اسف مفرد ينتهي مفرد مفرد ينتهي باس، لان بوي سكول بوي وصف اس بوي سكول. Okay. جونز واحد اسمه جونز ما هو في الاخر اس، وجونز سكول ومصطف بس ما فيها اس، لكن علي وعلي سكول ومصطف اس. طب لو مصطف بس، مصطف بس امتى؟ اسم جمع او مفرد انت اس زي جونز كار، ذا بويز سكول ذا جيرل سكول جمع اخر اس يعني مصطف بعد الاس. قبل اس امتى؟ ولا مفرد او جمع؟ لا انت اس الله في جمال انت بس مستر تشيل للاطفال كده ان بوصل بس. لو وصل بس بقى اسم جمع او ممكن بنت بس. اوكي بويز سكول بويز الاس بتاعتي خلاص بعد الاس نحط ايه وصل بويز سكول ده غير سكول جونز كار. اوكي يبقى هنا جرز اجيب الاس على ال واحطه على الوسط بتاعها بتاع جي اي ال اي اي ار ال اس ابوستروف اي ار ال اس ابوستروف بعد منها. This is Alice's phone. It's new. Alice نحط الوصف فين؟ قبل الاس ولا بعدها؟ علي اخره ايه؟ اخره اي. يبقى قبل الاس يعني بعد الاي على طول نحط الوصف هنا. اوكي؟ Alice's phone. These are my sister's shoes. Sisters. بلا بصروف. قبل لسه ولا بعدها؟ لا بعدها. Sisters جامع اخوات البنات. لا جامع اساسا. غير اس. لا بصروف بس. Can you use Kamal's and Amir classroom? It's on the right. لا بصروف السنة بقى. عند الاسم الثاني. Kamal and Amir's classroom. Okay. بصروف اسمع دي امير. حط بصروف اس. It is Fadi's jacket. اللي بصرف فين؟ قبل الاس بعد الواي على طول بس Fadi's jacket. These are the boys football shirts. Boys جامعة هي الاس جامعة هي يبقى انا في شيء ده بصرف بعد الاس على الاس دي خالص. In this box there are girls t-shirts. Girls جامعة برضه في الاس هي برضه على الاس خالص مش الاول. هلا وصل ورا الاس غير التي شيرت. نمبر 8 whose shoes are these؟ بتوع مين الجزم دين؟ يبقى دي ار ايه؟ عاليز حط لها البوست في الاس بقى ملكه هو دي ار عاليز. 9 مجدي مجدي's bag is blue. بصوت مجدي زرقاء يبقى بعد ما نحط ايه ابوستروف اس بعد الاي ابوستروف اس. نمبر 10 منالز باج زيرو صوت منالي زرقاء منالز باج بناقص برضه ايه؟ لا دي مظبوط نعم انا بصرف قبل الاس قصدي بعد الان نحط بصرف منالز باج لازم نوت ذا تشيلدرن نوت بوك او تشيلدرن اخر ان نحط بصرف بعد الاس لازم نوت مستر عبد العزيز بول is the children pool. Why the children's apostrophe s. This is the teacher's room. أوضة المدرسين. يا جماعة هي هي. وبعد الاس حط أبوستروف هنا. Okay. مظبوطة كده فهمت؟ طب فهمنا الحمد لله. A baby bird is very, it cannot fly for many days. ما يقدرش يطير لعدة أيام. بس فيري بيبي بيبي بيرد بيرد صغير يعني لسه مولود ويك بور سترونج كايند كانوا طيب كانت فلاي يبقى طيب كان يعني طيب
سمك قوي وفقير وضعيف وات كانوت فلاي فور ميني دايز، يبقى از فيري ويك. نمبر اي ضعيف جدا، ليه؟ ات كانوت فلاي، ما يقدرش يطير فور ميني دايز. بيرد از فيري ويك، ات كانوت فلاي فور ميني دايز. نمبر 2، البلين از فيري كان جو 100 كيلومتر ان اور، او بتمشي بسرعه 900 كيلومتر في الساعه. يبقى فيري تول، لونج، ويك، فاست. طول طويله بس الاشخاص. علي از فيري تول، ماي براذر از فيري تول. لونج طويله للاشياء. ذا تيبل از فيري لونج. اوكي، ذا رود الطريق از فيري لونج. ويك ضعيف، اكسس تو لونج. هو دي قوي دي ضعيف. فاست سريع وبسرعه. يبقى البلين از فيري very fast. Number D is very fast. It can go at 900 kilometers an hour. So many kilometers per hour. Number 3, my aunt is very, she always gives me nice present. Dini hadaya latifa, hadaya jamila. Fast, weak, friendly, funny. معني ما يولد fast ولا سريع أو بسرعة. Weak ضعيف, friendly ودود, funny مضحك. أو مالح يعني. She always gives me nice present. لما تدي هدايا حلوة يعني. وأنت very friendly ودودة معي. Number C. وأنت very friendly. She always gives me nice presents. Friendly. Number 4. Camels are very جمال. Camels are جمال are very. They can carry. يشيلوا 200 كيلو كيلوز 200 كيلو of bags من الشنط. 200 كيلو شنط تزنهم يعني. يا ترى ويك سترونج لونج طول 200 كيلو بيشيلوا 200 كيلو اي واي وقوة إضافة أقوياء وسترونج كاملز ار فيري سترونج they can carry 200 كيلوز of bags. نمبر 5 how is the Cairo tower وين القاهرة it is 187 meters 187 متر ده ارتفاع طوله مش كده؟ ده هو ايه؟ اه ده بنقول هو طول طبعا انه مش انسان بس انه واقف كده لوحده مع نفسه ده هو طول اذا كان الطول طبعا مني كم عدد؟ ماتش كم ثمن؟ او لون كم مدة؟ يبقى دي هو طول اذا كان الطول اتس 187 meters نمبر بي نمبر 6 The Queen of England, ملكة إنجلترا, is very جدا. She has what many houses. عندها بيوت كثيرة. ست غنية. يا ترى poor, unfriendly, friendly, rich. Poor طبعا فقير. Unfriendly. غير ودود. Friendly ودود. Rich يعني عكس poor. Poor فقير. Rich معناها غني. عندها many houses, بيوت كثيرة. Which is very rich. Number A. The Queen of England is very rich. She has got many houses. Number 7. A brave person just شجاع is happy to do something. يسعدوا أن يعمل شيء ما. شيء ما هي ترى. Fun, strange, dangerous, bad. طبعا ده قوي. شجاع قصدي. بس something A. Dangerous, خطر. مش الخطر خطير يعني. غير شجاع خشم من خطر دينجرس فان طبعا مرح او باقي او سرور سرنج غريب بقت سيء بدي بري بيرسون از هابي تو دو سمثينج دينجرس نمبر 8 كلفر بيرسون شخص ذكي هيلبس بيبل نوز ا لوت از ان كايند تشوس ات بيبل مزعج في الناس كلفر مش كده يبقى الراجل ايه؟ نوزالوت يعرف الكثير يعرف كثير يعني طيب كلاب عنده معلومات كثير نوزالوت نمبر 7 او 9 اسف a sensible person makes a good decision has no time is very tall is unfriendly has no time ما عندوش وقت is tall طويل جدا كان فرندي غير ودود طب ده ذكي طب حساس
وده ميكسيمم ديسيشن. هي اختيارات قرارات صحيحة، الثلاث قرارات جيدة. ميكسيمم ديسيشن نمبر 10. A busy person شخص مشغول is always talking, walking, doing something, laughing. يتكلم، يسير، يضحك، يفعل شيء ما. A busy person is always doing something. لأنه مشغول بيعمل حاجة مشغول فيها. Is always doing something. Number C. Number 11. We often go get angry. بنغضب ونزعل يعني. When we عندما are unhappy about something, laugh, feel happy, صح سير laugh يضحك ينجح يشعر بسعادة. احنا when we angry غضبانين زعلانين. When we are happy unhappy about something, لما نكون زعلانين من شيء يبقى get angry نصبح غضبانين. When we are unhappy about something number A. Number 12. Something scary. شيء مخيف. طيب. Makes you feel it. تشعر بإيه؟ Sad, bad, funny, frightened. The scary مخيف أهو. Makes you feel it. Feel frightened. خائف. Number D. Frightened. The scary. Something scary makes you feel frightened. Okay. Okay. Number 13. My best friend shows dark hair. شعر صغير لونه اسود تمام يعني. Has what, have what, get is. عنده يملك. يملك have what, has what. امتى has معه يمشي ويت. Have معي, I'm using. My best friend صديقي أو صديقي. يعني هي أو شيء. يبقى هي has what. نمبر A. Okay. يبقى تاني كده. Has what معه يمشي ويت. Have got my I, we, you, they. هنا my friend, he or she, هو أو هي. يبقى has got. Number 14. Has your father a mustache? شنب. Has your father. Has your father, he has, he has got. The he has, nice, he has got. Number C. Has your father got a mustache? وانت عنده شنب. Okay. بس طبعا فصلنا بالفعل السؤال. Has your father got a mustache? وسألت بهاف has فعل مصدر. صح كده؟ Have you got? Has your father got? نفي بتاعهم haven't got, wasn't got. Okay. Number 15. Nader has got a wheelchair. عنده كرسي بعجل. He cannot walk very well. مشيش كويس. صح؟ هنا so, because and but. معني مبط ولكن أنت و سوى لذلك ما يقدرش يمشي بكوز لأنه ما يقدرش يمشي. نادر هذا بط أول شير بكوز كان أطبق very well لأنه لا يستطيع المشي جيدا بكوز. Okay. Number 16. أسامة likes playing football. يحب يلعب الكورة والسلة. فوتبول باسكتبول سلة قدم وسلة وتنس. أسامة likes playing football, basketball, وتنس. واللي هي إيه؟ And tennis. مظبوط. ومصرش دائما كده الجملتين دول. قلنا بيجوز هي جنوبه very well. لو أخذت الجمل دي قلنا أسامة أو نادر كان جنوبه very well. هنحط إيه بقى؟ نقول صورة لذلك. لازم تقول الشيء. عنده هو سبعة. يعني بيجوز جنبها سبب. أو بعدها سأل منها سبب سؤال منها نتيجة. يعني سبب إنهم عنده ويل شير إنهم بيقدرش يمشي. بيقدرش يمشي من ناحية تانية إنه عنده ويل شير. يعني من ناحية هذا قلت ويل شير بيكوز هي كانت طول. تمام؟ أو كان نادر كان طول فيري ويل سو هي جوت هذا قلت ويل شير. وضحت؟ عندي إضافة طبعا كذا وكذا. بط ولكن ده تناقض. Okay, he starts hard, but he gets low marks. We don't know. We have an end. Then, Adam Musella or tennis? Well, Muhammad Salah lives in England. I speak English. So he speaks English. Of course, we can use it. So he
is able. لا is able to يعني يستطيع. She is to. Able مش قبلها العلم والزراعة. كان يستطيع. كانت تستطيع. وعاش فين؟ England. يقدر كان ولا مقدرش؟ لا يقدر بس هي وهي كان سو هي كان سبيك انجلش. هاوس ليفز ان انجلاند سو هي كان سبيك انجلش. اوكي نمبر 18 هي فيري بيزي مشغول جدا هي تيك ماني هوليديز. يبقى لا يستطيع فلا يستطيع. كانت نفتح كان يستطيع لا يستطيع كانت لأنه مشغول جدا ما يقدرش يقعد يذاكر كتير. نمبر 19 مصطفى loves at art at school. الرسم أو فن يعني. loves إيه؟ قلنا love يحب زي ها like برضه يحب عكسهم dislike wait يكره معاهم prefer يفضل يعني كده like و love dislike wait و prefer like love like hate prefer جنبهم ايه؟ ING فعل ING would love would like would prefer would hate would want هي لفظ بس مش would يبقى ايه؟ ING مصطفى لفظ ايه؟ doing number C مصطفى لفظ doing art at school. Number 20 my brothers and I don't like انا واخواتي ما بنحبش ايه؟ TV after school نتفرج على التلفزيون مع الناس لايك زي ايه؟ زي لاف لاف ولايك ويس لايك ويت وبيرفيت يبقى ان جي يبقى لايك ايه؟ واتشنج سهله سهله انصحها فيما تتخطى ماجدا دونت لايك سويمينج ماجدا ان شي تبقى دونت ولا ايه؟ ما دازنت لايك سويمينج. طب ده سالم لايك بلاينج كمبيوتر جيمز ده سالم ماشي ايه؟ ماشي داز صح او هي دازن. وات از يور سيستر لوك لايك؟ لوك مصدر فاعل مصدر من دو داز سيستر ان شي من ايه؟ داز من داز. وات داز يور سيستر لوك لايك؟ وصلت دو داز فاعل مصدر عندي فاعل مصدر سي دو داز sister and she يبقى does. Number four مصطفى loves playing or يحب يلعب loves يلعب and she four but isn't like he likes playing doesn't like he playing but he playing things قال له نفسه I love learning I like so I are we use a يبقى yes يبقى I like. Number seven I quite liked did sport like doing do I D O I N G mother N G quite like doing happy get them number the other first sport that for the instance number eight I should I'm liking fash like the أفعال الحوازي مرامتي في اللي في المستمر يا مضارع يا ماضي. طب ده مضارع مستمر يبقى مضارع بسيط why like play I doesn't تنفع I will you say don't مش doesn't I don't like I do not like after the homework I like reading ING سهلة جدا سهلة جدا يعني تتفضل صح في الامتحان بإذن الله فضل بس وزن ركز في التفكير فالحين حاجة صح بتاعت نتورك كومبليت دايلوج نكملوا مع بعض كده لما نكملوا يا ولاد نقراه وفاضي الاول عشان ايه دخيل اللي جابته ايه بالعربي نرجع نكتبها انجليزي جودي هاي ليلى وير ار يو انت فين هاي جودي ايم ان ذا بارك في المنتزه او في الحديقه يعني وير ماي فاميلي وير اوتيتي وات ار يو ايه ماذا انت فاعلين؟ طيب I'm sitting under a tree قاعدة تحت شجرة It's very sunny الجو مشمس جدا سؤال Your brother is sitting too هل
اخواتي قاعدين معاكي ايضا. نو دي ار نوت. نو لا دي ار ايه بيلعبوا كوره. Your dad playing football with them بيلعب معاهم كوره. نو هي از نوت هير مش هنا. قالوا هي ما بيلعبش. But my uncle Hassan is playing football. عم حسن بيلعب معانا كوره. You said what is your mother doing or بتعمل ايه؟ Wait. Here she is. هي جت اهي. She's bringing me جايبه لي water. Thanks mom. شوف الامي. طيب. Hi Layla, where are you? Hi Judy, I'm in the park with my family. What are you? تفعيل. بدون. D-O-I-N-G. Doing. What are you doing? D-O-I-N-G. كمان مرة D-O-I-N-G. What are you doing? هنا. هل إخواتك قاعدين أيضا؟ Sitting. Let's say Amizar. مرة مستمرة صح؟ Amizar. Brothers. Amizar are. إخواتها. يعني زي. يبقى. The brothers sitting. أي أري. Are brothers sitting. No, they are playing. أي playing أكتب هنا. لوحدها بس. They are playing. Football. No, is your dad playing? لا يبقى نو هي نو هي ازنت بيلعبش نو هي ازنت اوكي. طيب برينج مي اي ووتر جاب لها اي غلاس اوف ووتر كوبايه ميه او بوتل اوف ووتر ازت ميه غلاس شوف ازاي جي ال اي اس اس كمان مره جي ال اي اس اس جي ال اي اس اس. طب بوتل يا مستر بي خفيفة زي بوك دبل اوكي بي او اوكي ابوت اسف بي او تي تي ال اي معلش انا اسف جدا بي او تي تي ال اي بوتل بي او تي تي ال اي بي او تي تي ال اي بوتل بوت اوكي. يبقى هنا دون نمبر 1 دون نمبر 2 ار نمبر 3 بلاينج Number four, he isn't. Number five, a glass of a bottle. Choose. You can choose banana. There is a mouse, a laptop on the teacher's desk. Laptop, ala. Maktab al-Mudarris. Near, next, in front, between. Plenty of time. Near, ala, qareeb min. Next to next to the wall, in front of, أمام, between بينه. ودي فين؟ أيوة. ها حد حل. يلا رسالة جد. Near. There's a mouse near the laptop. On the teacher desk, mouse far يعني. جنب اللابتوب على مكتب المدرس. Okay, طبعا دي ناقصها تو. دي ناقصها اوف. بتوين مش حاجة وحاجة اللي جنب اللابتوب الأنير. نمبر 2 there's an MP3 player to the A laptop to A يبقى إيه next to be go up the away far away in front of next to under and to for going when next to the laptop go up جنبه. نمبر 3 There is a phone charger, charging mobile, of a printer, of, you bet, in front of, next to, in front of, a man, drink with them, in front of, another hand, behind and half, or next to you are, you are in front of the printer. Number four. معايا كده واحدة The whiteboard السبورة البيضاء is the teacher's desk مكتب المدرس behind خلفه ولا under تحته ولا in front ولا next بس واقف السبورة فين؟ وراه مش كده؟ خلفه يبقى behind مظبوط كده؟ ورا ظهر السبورة
ورا behind the digital desk. Okay, طيب number eight five passive there is a tablet a book in front next under. يا شباب طبعا انفي ما ينفعش تابلت جوه كده ما ينفعش انفرنت ما فيش ام في جنبها ام ما ينفعش نكست فيش تو يبقى اندر ذا بوك تحت الكتاب كتاب تحت الكتاب there is a book under a tablet number there is a tablet under a book اسف كتاب تحت الكتاب there is a tablet under a book on the icon on your laptop الأيقونة على اللابتوب بتاعتك تعمل عليه الماوس أيوة تعمل كليك on the icon on your laptop مرة تكتب ميك يصنع send yourself تصفات ما يدول يا أولاد مرة تمضيها روت بالأوبر اللاي مرة تروت طب ريتن شيل إيدي حطوا هنا تي إي إن دبليو آر أي تي تي إن مرات روتيت ميك ميد بدي بدل كي تفتن زي برضو ميك ميد ميد سند 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 بتي بدل دي بعض سند 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 كليك بالايدي كليك اون ذا ايكون اون يور لابتوب ده الحل بتاعي نمبر 7 هات ذا ويب سايت موقع اند فايند سم انفورميشن طلع بعض المعلومات هتعمل ايه ايوه لوكات هتبص الموقع طلع المعلومات اللي انت عايزها Look at the website and find some information. Number eight, we can a video call. We can a video to our cousins in England. No, I'm not thinking that. Video call. Call. We can a video. We can a video. You better make a call. Number B, we can make a video call to our cousins in England. طب رايت عارف ان انا تروت ريتن تيك توك تيكن توك طب اوكي تيكن نفس تيك عليها ان تيك توك تيك دو داز مضارع ديد ماضي دان تصرف تاني ان انا ميك ا فيديو كول نمبر بي وي كان ميك ا فيديو كول ان ميك ام مكالمة تو كازن انجلد نمبر 9 شوف كده في هذا الفيش مين معي اهو كان يو مين تكست مسج رسالة نصية وإن وراي إنه متصل رسالة نصية مكتوبة send do take make يبقى حاجة أعمل فيها أصنعها ولا أخدها ولا أعملها ولا أبعثها ولا أبعثها يبقى كلمة send me number إيه أوكي كلمة send me then دعين يكون موبايل فون يا ترى make على الموبايل إيه موبايل فون ميك ولا كليك ولا رايت ولا تاب فوق انا على اللابتوب على اللابتوب بتاع كليك على الماوس طب على الفون بقى تاب ونور عليها المسها تاب ايكون نور موبايل فون يعني مش كده كليك ده على اللابتوب وعلى التابلت على اللابتوب اساسا يعني يبقى تاب اون ذا ايكون نور موبايل فون نمبر 11 I'd like to a selfie صورة سيلفي يعني in front of the river قدام النهر يعني في صورة take التقط يبقى take a photo التقط صورة I like to take a photo أو a selfie in front of the river a blog مدونة is a diary موكلة ايه online على النت a blog is a diary online بلين طبعا يطبع بيبر ولا offline مش على النت نت مطفي يعني a blog is a diary online diary or is an online diary blog is an online diary number 13 it's important to save online تبقى امنا save امنا على النت but we let us keep the name طبعا لا stand up sit down لا stay number D it's important to stay safe online stay safe online زال بعضها كده stay safe online number 14 is a word A word or numbers, كلمة أو أرقام used تستخدمها you want to a website, تخش فيها على website. Keyword, password, crossword, secret word. Keyword, كلمات تدل على زمن معين. Crossword, كلمات تخضع.
سيكرت وورد كلمة سرية، باس وورد كلمة السر. يبقى عبارة عن كلمة أو أرقام تستخدمها تخش بيها على النت، اسمها إيه؟ اسمها باس وورد نمبر بي. يبقى باس وورد ذا وورد أو نمبر يوز تو جو أون تو ويب سايت. نمبر 15 is something you do not want to tell people. هاي مش عايز تقولها للناس، تقولها للناس ده إيه؟ يا ترى truth, lie, secret story. دروس الحقيقة، لاي كذبة، طب كذب يعني، سيكرت سر، ستوري قصة. مش عايز تقول للناس don't want to tell people today. ده سيكرت نمبر سي، ده سيكرت is something you don't want to tell people. ده سيكرت is something you don't want to tell people. نمبر 16، computers and mind. Ones are examples I've said of a technology, nature, farming, subjects. Subjects دي مواد دراسية. Farming زراعة. Nature طبيعة. Technology تكنولوجي. طب الكمبيوتر موبايل. فور. يقول إيه؟ طبعا تكنولوجي تكنولوجيا حديثة مش كده؟ ونمبر إيه؟ بعد كده نمبر 17. Don't photos to people you don't know. So الناس ما تعرفهاش. Don't take. Don't take. تخش صور الناس ما تعرفها، صور من ليه؟ Don't take photos people don't know. Number 8. Yeah, عندنا language. Grammar. Yeah. I am just online. I am. تمام. جنب الرياضة الضار مستمرة اهو. لو I am is are فعل ING. امتى؟ ما now. At the moment. At present, look, listen. Now, at the moment, at present, look, listen. كمان مرة. Now, الآن, at the moment, في هذه اللحظة, at the moment, في الحاضر, look, انظر, listen, listen. والله مستمر. يعني am, is, are, فعل ING. Nephew, am not, isn't, aren't. سؤال, عكس, am I, are you, is, عكس. إيه معهم شو بيت؟ He is playing, where is he playing? They are watching, are they watching? إلى آخر. Okay? طيب. And I am. ناقصها إيه؟ ING. I'm إيه؟ Play. 19. فارس. Doing his computer studies. That's the computer homework. الكمبيوتر بتاعه. Homework. يبقى ايه؟ يعمل يعني ايه؟ فارس does ومش تاخدوه كده يعمل does. They are at websites for information. يعني ايه بقى؟ بص على النت، على المواقع بتاعت النت، يجيب معلومات. بس يعني ايه؟ are بس are looking. مظبوط؟ ام از ار اسمه ايه؟ فيلانجي. هنا ام جبنا looking. هنا ار نجيب looking برضه. Number 21. She, you are photo now. So the liquid end. ماشي ايه؟ Now. ورا مستمر. صح؟ ورا ايه؟ مستمر. Now I. يبقى ام يظهر في الانجي. Number C. يبقى she is sending. You are photo now. بعت لك يا. Number 22. There are lots of flowers. كثير من الزهور and insects والحشرات in a big park. حديقة كبيرة، منتزه كبير. Flowers, insects, جمعهم. يبقى ده ايه؟ There are. There is جنبها اسم جمع. There are جنبها اسم There is جنبها اسم مفرد. There are اسم جمع. Those flowers, insects, يبقى there are. Lots of flowers, insects. The big part. طب ده ليز؟ ده مفرد. ده بوك. On the desk. There are books. There was insects. But there are. Okay. Number 23. A girl is sitting under a tree. تحت شجرة. And her mother ما. A photo of her. تطلع صورة. مش كده؟ You're sitting and he's sitting here.
and عطوا أطماطوا and is a and is taking number B. My girl is sitting on the tea. The mother is taking photo of her. Number 24. The girl's brothers, إخوات البنات, are tennis. Are A. I1G. Are A. Are playing tennis. لعبوا تنس. سهلة. Okay. كمل كده مع بعض. Shoes. And five. We a picnic last for the last day ماضي yesterday last ago in تاريخ في الماضي from to تاريخ في الماضي برضو in the past وده نوع ماضي بسيط يعني yesterday last week مثلا a week ago مش كده أو إيه تاني in to the first 2005 from 2005 و 2007 in the past في الماضي سهلة جدا الأربعة ماضي يوم last الأربعة ماضي طيب a picnic had ولا made ولا took ولا gave ها بوي إيه وهذا picnic علينا فسحة ده كده اللي فاتت Number two, my family and I went to the beach of my village and I as in the castle. Went, ماضي. بقوله لازم أنا ماضي. Castle, سند castle. على رملية. Camped, climbed, had made. يبقى عملوا إيه؟ عملوا كامب. عملوا بالرمل. يبقى إيه؟ And I made. As in the castle. طيب, I, a horse. وصان in the forest forever when we had a picnic there المسلسح هناك a horse عملني في حصان blue ولا went ولا road ولا drove drove يعني سوى المضى بتاع درايب المضى D-R-I-V D-R-I-V ده المضى يعني سوى drove الماضي drive in تصريف تاني D-R-I-V-N D-R-I-V-N ده تصريف تاني تاني كده drive drove drive رود طب دي رايد ار اي دي تنظر رود ماضي ريدن صفتات كيف ازاي ار اي دي دي ان رايد ار اي دي رود ريدن ار اي دي دي ان رايد رود ريدن جو وانت جام فلاي اف ال واي فلو ماضي فلون اف ال او دبليو ان فلاي فلو فلون اف ال او دبليو ان فلاي اف ال واي فلو اهي الماضي بتاعها فلون اف ال او دبليو ان فلاي فلو فلون قلنا جو وانت جن رايد ار اي دي اي رود ريدن ار اي دي دي ان درايف دي ار اي في اي دروف ماضي دريفن سبتات دي ار اي في ان اهورس وحصان يبقى وي اي 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 رود ركبت طب ليه ماضي الجملة؟ في وين هذا ماضي بقول كلها ماضي هنا في وين بقول كلها ماضي يبقى I rode a horse in the forest when we had a picnic there okay had a picnic اي نحن فوق we had a picnic last Friday holiday we had had a road اسف a horse when we had a picnic طيب number four I swam in the sea قمت سبحت في البحر and a dolphin dolphin So, played, built, had. Had the notary that have was. We have has, had, had. Built, not have a D. Built, built, built. Play, play, play. See, saw, seen. C-S-W, saw, seen, S-W-N. On to A, we shoved dolphin, مش كده? You may, and saw a dolphin, shoved dolphin. فينا ويز أدولفين بلايد ويز أدولفين لقيت مع أدولفين فيش ويز بأسوء شفت نعمل بتاعتنا We camped عملنا معسكر نفوس في الغابة and in a tent في خيمة sleep sleeps sleeping slept sleep ينام ده المضارع
sleeps ولا lays. slept ده الماضي، slept slept. sleep slept slept. okay. طيب we camped زمانها ايه؟ ماضي. لا زمانها ايه؟ ماضي. ماضي فين؟ لو slept نمرتي. we camped in the forest and slept in a tent. number 8. last summer my family fantastic holiday in Morocco. عز الله يعافيه. and married. last summer. صف الماضي، الماضي بسيط. بدأ إيه؟ بدأ هاد، والنهاية في هذا المضارع، هاد ماضي، هاد تصف تاب. بهاد، عشان لاست. نمبر 7. We in the sea في البحر، it was not very warm، ما كانش إيه؟ دافئ أوي يعني. يبقى we إيه؟ ماضي بسيط. هذا إيه؟ هذا آر. ولا يضم. لازم إيه؟ لازم تسويم، وين تسويم. ماذا وزنت من شبيه؟ ها بدنت المصدر بوي بدنت تسول بدنت ما كانش دافي كان مزاع وان دافي كان فهو ما كانش was not very warm but we didn't swim in the sea it was not very warm we didn't swim okay. I rode on a camel ركبت جمل that fun فرح بهجة سرور فرح بدأت هذا ايه؟ ذلك كان ذات مفرد ترجمة ذيس وذات المفرد يعني ايه ذيس وذات المهم از او ووز او مضارب اصل عليه اس جمعهم ايه يا مستر ذيس جمع هزيز تي اتش اي اس اي تي اتش اي اس اي ديزيز هؤلاء ذيس هذا ذيس هؤلاء طب ذات جمع ايه ذوس تي اتش او اس اي ذوس تي اتش او اس اي طب ذات وذيس مفرد جمعهم ايه is away, or was, or where, or are. تنفع؟ لا، ليه؟ ذات قلنا مفرد، كما is or was. صح؟ is مضارع، was ماض. جملة زمانها ايه؟ طيب. I wrote ماض. جملة كلها ماض. بذات ايه؟ ذات وصفة. وصلت؟ جميل. number 9. we a city. مدينة قد اسمها مراكش and we went to a museum رحنا متحف and we أولاد went زمانها ماضي برضو أقول كلها ماضي يبقى we visited number 10 we visited a city called مراكش and we went to a museum number 10 we also saw this is food when we were in Morocco كان أكل لذيذ لما كنا في المغرب where زمانها ماضي والله ماضي وي ايت نمبر بي دي ضرب ايت ماضي ايت ستاتيت من بعضهم ام بي سي ضرب ماضي ستات ايت ياكل ايت اكل ايت ستات طب وير ماضي ايت ماضي نمبر 11 I did a lot of things عملت حاجات كثير last holiday الاجازه اللي فاتت I my family in Canada في كندا I did was when I visited. Okay, visited number 12. A mountain last year. Last year, as in Mali, Narbama, Narba, why less than the mob? I climbed the idiot number C. Climbed the mountain last year, so lucky I went self it. Okay, 13. 13. Went to a good restaurant, رحنا مطعم كويس, and delicious food, أكل لذيذ. Went and they ate. 14. I tennis with my friends yesterday. Was I married yesterday? Why I play? يبقى كلمة كلمة الماضي. يا ما قلنا فيها فعل ماضي. يبقى تأكل ماضي. If I went on a ate. أنا في yesterday on day. صححت كده او تاريخ في الماضي طبعا الكلام اللي قلنا عليكم صحح الافعال تحت الخط didn't travel by car didn't travel by car وضع وصيت منفي زي ايه موك ده طلع ايدي he swam and he in the sea
بطيء سو ايه دولفينز اني سلام فيه هو الايه النفي والسؤال صح يبقى زعمل ايه انفسو زمريسو ماض ونفي ايه دينت المصدر يبقى هي دينت سي دينت سي اس اي اي دينت هي وسي اس اي اي يبقى اسمه من السي بطي دينت سي الدولفينز يبقى اني ومنفية أو سؤال يبقى لازم أنفذ فعل هل في صو ماضي أم في بداية المصدر يبقى هي didn't see any dolphin didn't see number 3 we did not stay in a hotel we sleep in a tent did not part in a ماضي يبقى ده ماضي ماضي he slept SLE واحدة PT slept number 4 he doesn't wear a coat because it was ماضي يبقى لازم تقول ايه ده مستر بدين برافو عليكم دين وير وين تو واتش تي في لكن وي بلاي وين تو واتش ماضي اهو ولا ماضي برضه زي بلاي فوت باسكت بول ولا شفت التلفزيون نايم سله يبقى وات وي بلاي ديد يو وين ده ديد يو بتدفع المصدر ديد يو جو اون هوليداي لاست يير المصدر بسيط نحن دي انت مصدر سؤال دي تفعل المصدر سؤال دي جو تبقى جو مش وين اجا وانا باي وانت سؤال دي جو جو دي جو ان وان داي لاست يير نمبر 7 دي جو اند يور فاميلي ستاي ان هوتيل تاني دي جو ان فاميلي ويز ستاي مصدر شي دي دي هاو يو وانت سؤال تاني اهو وانت ولا ايه لازم دي تفعل المصدر هاو ايه هاو ديد يو جو هاو ديد يو جو سكول يسترداي وات ديد يو ايه وات ديد يو دو وات ديد المصدر ايه باي وات ديد يو ايت عشان لاست اهي وات ديد يو ايت لاست نايت ذير كاملز جمع اهي ملي تبقى وير دبليو اي ذير وير كاملز اون ذا بيتش يبقى ذير از مفرد ذير ار جمع ذير ووز مفرد ذير وير جمع الله سهله يبقى ذير وير كاملز اون ذا بيتش في ملعب البلاج سهل يا ولاد خليكم معايا تلتاشر هي لاست فايف وينت last week we climb شلي صوت اي دي didn't sleep S-L-E-E-P didn't to مصدر مش ماض didn't to مصدر didn't sleep S-L-E-E-P Sam didn't like playing football didn't like شلي تي بس didn't to مصدر the beach weren't the beach the موفر بلاج يبقى وزن okay سيد مريم didn't to go نيد مصدر 19 سايز أنكل نانت عمو خالته عمته يبقى وير لو جمع زي يبقى وير سايز دينت سويم بالاي مش بالاي دينت مصدر دينت سويم دبليو اي ام سهلة سهلة جدا ها الأولاد معايا كده 6 is not an ingredient مش مكون من مكونات الغذاء مش مكون من مكونات الغذاء rice nuts raisins stir دول مش أكل متقدرش يعني طبعا rice was nuts بندق مكسرات raisins عنب زبيب اسف وستر يعني استر يقلب يبقى استر رقم دي دي is not an ingredient استر is not an ingredient استر يقلب الحاجه يعني المعلقه استر is not an ingredient طيب is not cooking verb مش فعل طبخ يعني مش طبخ cooking verb is not ليس
طب بودينج بويل ستير اد. ايوه هو بودينج. اوكي نمبر 3 يو كان بويل ووتر ترماين اي سوس بان تي سبون باول كوب. فين بقى ترى اللي ايوه في باول في اناء مش كده؟ تي سبون دي مالتش شاي او سكر يعني مالتش شاي صوص بين حلة وين فينا أي هنا مش شرط حلة فور الف كيكس البسكتس أور باد أور بانز يعني كعكة كتير وبشوت كتير سيء أو مضر لصحتنا باد إيه من أجل صحتنا أور باد إيه أور باد فور أور بانز أور باد فور أور بانز أوكي الف كيكس البسكتس أور باد فور أور بانز نمبر Five. It is a good idea for طيبة to eat ناكل between two and four بين اثنين واربعة وفروت فاكهة a day يوميا spears species spices pieces طبعا أيوة spears دي spices دي species فصيلة أو نوع من حيوانات الطيور spices دي حاجات مش شطه حاجات حرارية بيس قطع يبقى هي سبيس لانج مش بتاعتنا شوف كده لانج بتتكلم عن ايه بينز اند فيجيتابلز فول اللي او الكليات يعني خضروات نوت هاف شوجر اور فات ما فيهاش سكر ولا دهون طيب دو نوت هاف دو نوت هاف نفي يبقى لا هي ولا صم ماتش يا ميني امتى ميني ميني جاب اسم المفروض يوعد امتى ماتش اسم ده يوعد ميني جاب اسم جامع يوعد اسم يوعد جامع يعني ميني بوكس من بويز دي جاب اسم مفرد ولا يوعد طيب شو الفات سكر ودهون لا يوعد نوت ايه هاف ماتش شوجر اور فات بينز اند فيجيتابلز نوت هاف ماتش شوجر نمبر 2 7 آسف كريم often has snack أكل خفيف يعني before he goes to bed قبل ما ينام snacks snack before he goes to bed ها أيوة snack وجبة خفيفة وجبة a snack we eat too much cake كعك كتير ناكل كعك كتير it has too much sugar فيه سكر كتير too much إيه sugar طيب وي ناكل ما ناكلش طبعا شودنت لا يجب ان ناكل نشوف ما فيش جنبها تو اساسا في شود او شودنت وشودنت تو ماتش كيك ومش كاك كتير ليه في شوجر كتير سكر كتير شودنت تيت نمبر 9 يو اولويز كلين يور تيث نظف سنانك بيفور يو تو بيد قبل ما تنام يجب ان يبقى يو شود نمبر 10 ده صوص بين الحلة الزفرة سخنة جدا مش انت ايه دايما انت ايه تلمسها ولو ما لم يلمس شوف جنبها ايه بل في الايه في المصدر انت ايه تاتش يعني نوت ايت سناكس انت افتر نون مش ما بدخل في الكلاس روم اسف في الفصل مش كده يعني ايه يجب ولا لا يجب لاجب بس لاجب ايه ممنوع ياكل في الفصل مش كده ممنوع دي لاجب نصيحة لاجب دي نصيحة شدوا شدن طب ممنوع دي ايه مصنت ممنوع قانون مش جوه الفصل يعني مصنت نوت ايت سناكس طب ده هنا في نقطة ما ينفعش يا ولاد هنا في نقطة ده نقطة مطبعة على فكرة هي مصنتي مفيش نقطة في جوه مصنتي سناكس اوكي نمبر 12 I like biscuits بحب البسكوت with raisin زبيب and then في with ايه بقى في a lot nice of too much كتير جدا
اني اي ما ينفعش طبعا اللي هي جمله مثبته اضغطها في كثير من بس صح ايه اضغطها ريزن زي كتير فيه نمبر 13 ار ذير سؤال اهو يبقى اني ليه اني نفي سؤال صام اثبات هو اني اثبات برضه اسم ايه بتعدوا مفرد ابوك الاورنج سام توميتوز لو هو مثبتة بيقول عليه يعني نفس السؤال يبقى اني ده التسؤال يبقى ار ذير اني توميتوز ان ذا فريدج التلاجة نمبر 14 have we got rice to make كشري عندنا موز نعمل كشري كفاية موز كفاية صح have we got ايه enough rice تمشي جدا كثير جدا تمشي كثير جدا صم بعض كثير زي النزوم يعني تو كثير زي النزوم هل النزوم يكفي نعمل فيه كشري يبقى enough rice to make كشري there are people in the cafe نسكة في القهوة دي let's go ونظرا نروح ايه قهوة أخرى وفي ناس ايه ناس كتير ناس تعد وما تعدش تعد الماتش ولا مني يبقى تو مني تمام there are too many people in this cafe let's go to another one there are pigs in the cupboard there are there are many pigs in the cupboard فيش تين في ال بتاع الفلايين حاجة there are many pigs in the cupboard number C correct صح الكلمات اللي هي تحت الخط ما يا ولد طب خليك معايا نمبر 1 you should eat too much chocolate لو شربت كتير يجب ولا لا يجب طبعا لا يجب يقول لي you shouldn't وتاني لنا وصف تيم eat too much chocolate نمبر 2 you should to clean مفيش تو جنب should شوت كلين على طول قال تو صح شوت مصدر يبقى شوت كلين ده اسمها اوت تو يعني شوت مغير تو يبقى شوت كلين لا لا في الزيل اصل المرض شي شوت ايه مصدر يبقى سي مش سي مش سيز شوت سي يا دكتور اني هموس نظر ايزن نظر ايه ايزن بديز مش ار ذير ار بيبرز تو إثبات أهو there are some papers is there سؤال أهو بدي أني are there any figures no there are any figures no there aren't there aren't any figures there is some reasons أيام أهو but there are any hummus but there isn't is there any cheese yes there is which isn't is best مش is okay معايا there aren't any olive ما olives كما ما طلع اس كما عشان olive there aren't any olives are there ده سؤال اهو مش الماركة ايه وأنا أرزير من زراعة أرزير في الأسواق وأرزير إيه؟ إني مش صم ده رزي نصوت سؤال برضو يبقى إيه زير؟ من زير إيه زير ده أول عن زير أرزير إني أبل؟ أبل؟ يبقى أبلز تاش موفر ده صم صوت بردير كريسبس في صوت لكن ما فيش كريسبس فده ايه there aren't any aren't any كريسبس نمبر
16 كنا ندرينك نطلب ووتر، نشرب ميه كتير. يجب ولا لا يجب؟ لا يجب طبعا، يبقى بيشد. 17 وش انت هاز درينكس عشان تجيبها ايه من فاكر يبقى مصدر. وش انت ايه انت هاز مصدر ايت شود ايت ايت تو ماي كريسبس اند كيكس يبقى لا يجب يبقى شود انت ملك وهذا جمع لا يعد مفرد مش كده؟ يبقى ده ايه؟ isn't. تمام؟ people بتعد يبقى many مش much. تمام؟ وكده كده خلاص ورايتنا النهارده. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق باذن الله في الامتحان. جاوب صح، ركزوا كويس، اقرا الاسئله كويس، وفكر كويس وبعدين ابقى جاوب في الاجابه بتاعتك. طبعا كلنا دلوقتي شغالين في القناه مش كده؟ وصلنا اليوم في كل على الجرس عشان تتابعوني في الترم الثاني وعشان تقدروا المجهود اللي انا ببذله معاكم ان شاء الله. وارجو اعمل لايك في الفيديو عشان الطلبه الثانيين برضه في نازلين مراجعه قيمه. لو تعمل لكم وقت المدرسه ده اخر على امتحان لازم من الامتحان تعمل لكم وقت المدرسه مش كله كمان يوم. اوكي ده كويس، نسمع نزل كذا مره كويس لكن نزل كويس. اشوفه ان شاء الله في الترم الثاني الحين وزي الفل باذن الله بدرجات عاليه باذن الله. توم ماركس باذن الله تلو ميت اجين. وش يو اول ذا بيست اوف لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.